لو بصينا لتاريخ منصات التواصل الاجتماعي في عالمنا العربي هنلاقيها ان هي بدأت في بداية الألفية دي كمساحة مفتوحة للنقاش والتواصل المجتمعي، وبمرور الوقت تحولت هذه الساحة من التواصل المجتمعي ونعرف أخبارك وأخبار عيلتك وأخبار ولادك، تحولت لساحة مناقشات سياسية، وتحولت لبيئة خصبة لأفكار وأجندات وتوجهات. ويمكن خلى ده منصات التواصل الاجتماعي أن هي تتعرض لاتهامات متكررة من قبل أفراد، من قبل جماعات، ويمكن حتى دول، بأن هذه المنصة بتتحيز أو بتدعم قضية معينة. شفنا ده مثلا مع دونالد ترامب لما منصة تويتر قفلت حسابه فهو فتح منصة اسمها تروث. شفنا ده في أن دولة معينة قفلت منصة أيلون ماسك اللي هي إكس اللي كانت في السابق تويتر. في السياق ده بعض الدول أصدرت أحكام قضائية بتقضي بحجب بعض هذه المنصات، ويمكن ده أثر عدد كبير من علامات الاستفهام حوالين دور المنصات دي. هل المنصات دي تتحرك لأجندات لترويج حاجات معينة؟ هل قضية غزة على سبيل المثال اللي شفناها وشفنا تحيز وسائل التواصل الاجتماعي فيها، ولمجرد بس لو كتبت كومنت أو عملت بوست، هل ده يليق بمجتمعنا العربي وبعالم العربي؟ أعتقد أن ده أسئلة كثيرة جدا يا منى. ممكن بقى اللي يجاوب عليها ضيفنا الدكتور محمد حمزة، المحاضر المتخصص في مكافحة جرائم أمن المعلومات والأمن السيبراني. دكتور منورنا الأول، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. منصات التواصل الاجتماعي إزاي تحولت من وسائل التواصل الاجتماعي لشكل مختلف خالص، إنها ابتدت تبقى ساحة من ساحات الخلافات ونشر الفرقة ومشاكل بتحصل بين الناس، والناس بقى بتتخاصم وتحصل مشاكل، وبالعكس ممكن الموضوع يكبر ويبقى يعني خلافات ما بين شعوب من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. هي المنصات الحقيقة، منصات التواصل الاجتماعي أنا بسميها المتهم البريء، أو أنا بسمي دايما الإنترنت عامة هو المتهم البريء. هو شيء زي ده كان موجود عشان يقرب ما بين الناس وبعضيها، ويقرب ما بين الثقافات المختلفة في الدول المختلفة، الشعوب في كل دولة على حدة. ولكن فكرة المستخدم نفسه، هل المستخدم يستخدم هذه المنصات في شيء نافع أو شيء ضار؟ وإذا استخدمه في شيء نافع هيعود عليه بإيه؟ وإذا استخدمه في شيء ضار هيعود عليه بإيه؟ والحقيقة إن النفع أو الضرر اللي بيعود على المستخدم مش مقتصر على المستخدم بذاته، ولكن مقتصر على المجتمع ككل اللي موجود في الفرد ده. على سبيل المثال، معظم الشعوب، وأنا مش هذكر أسماء بعينها، المستخدمين فيها بيبدأوا يفصحوا عن خصوصياتهم السرية التامة على العلن في منصات التواصل الاجتماعي، وهذا فهم خاطئ. يعني معظم الناس دلوقتي بتحط كل حياتها اليومية على منصات التواصل الاجتماعي من أول ما بيصحى من النوم لغاية ما بينام، وزي ما يكون بيشارك العالم كله مش بس الإقليم الجغرافي اللي هو عايش فيه عن حياته الخاصة. في على النقيض أو على التوازي، في ناس تانية بتستخدم الداتا أو البيانات اللي الأشخاص دي بتحطها في عملية بروسيسنج أو معالجة لتلك البيانات عشان يقدر يحدد معايير معينة أو يعمل إحصائيات معينة عن كل شعب وعن كل دولة وعن كل إقليم من خلال اللي بيحصل داخل هذه المنصات والمنشورات. مصطلح أبراج المراقبة ده ما بيتقالش علشان الناس تضايق بعض على السوشيال ميديا، ده في ناس متخصصة فعلا في المراقبة. صحيح، في ناس وفي دول وفي جماعات وفي جهات وفي يعني حاجات كتيرة قوي ممكن تحصل من خلال البيانات. ويعني يذكرني أن ليه المنصات دي بتقدم خدمة مجانية مع أنها من أغنى الشركات في العالم. لا شيء مجاني يا عزيزي. لا شيء عندما تكون الخدمة مجانية اعرف أن إيه. صحيح. إحنا السلعة. طيب. طالما السلعة. طالما الخدمة اللي بتقدم ليك مجانية، ما فيش حاجة مجانية زي ما حضرتك قلت، ولكن بياناتك ومعلوماتك هي تمن دخولك على هذه المنصات أو هذه المواقع. والبيانات والمعلومات هي بترول القرن 21 دلوقتي، هي أغلى سلعة موجودة في العالم، هي بيانات ومعلومات الأفراد والشعوب والمجتمعات. إزاي تحولت، وده سؤالنا الرئيسي، هذه المنصات من إن هي تبقى إن أنا أعرف أخبارك، أخبار ولادك، أخبار العيلة، أخبار أصدقاء الطفولة، المدرسة، إلى
خناقة يومية، ترند يومي، إزاي ألاقي منصة زي فيسبوك لو أنت عملت بوست عن المثلية الجنسية بتخلي الريتش بتاع بوستاتك عالي جدا وبتوصل لكل الـ مش هقول كل بس أغلب التايم لاين أو أصدقائك اللي موجودين. ولو عملت بوست عن غزة وأنت في العالم العربي ودي قضية مهمة جدا بالنسبة للعرب وهما مش شايفين ده، بتقل بوستاتك وما بتظهرش خالص. صحيح، ده خوارزميات دي يعني بمعنى آخر. ده خلينا نروح لأن الخوارزميات دي اللي بيتحكم فيها أو المسيطر عليها هو صاحب هذه المنصة أو منشئ هذه المنصة. فالفكرة مش فكرة حرية التعبير زي ما بيقولوا إن أنت تعبر عن رأيك عن تلك المنصات، ولكن في متحكم أو مسيطر في تلك البيانات يقدر يرفع اللي عايز يرفعه ويقدر يخفض من اللي عايز يخفضه ويقدر يخفي ويحجب اللي عايز يخفيه. ولكن أرجع وأقول إن المشكلة كلها في المستخدم. أنت بتستخدم إزاي؟ أنت بتقول إيه؟ أنت بترفع إيه؟ البوستات اللي أنت بتعملها، الشير اللي الناس بتعمله. وإحنا عندنا في الشعب المصري ما أكثر من فكرة الشير على أي خبر ممكن يكون موجود دون التأكد من صحة هذه الأخبار، مما يجعل فيما بعد بلبلة أو مشكلة أو صراع ممكن يكون ما بين دول وبعضها بسبب بوستات موجودة على الفيسبوك والناس بتشير. يعني بيبقى في شكل نفسي بياخد بعد نفسي، يعني صحيح. فكرة المتلقي أو المشاهد تحول من أنه المواطن العادي للمواطن الإعلامي أو المواطن صانع الخبر، وتحول الجميع لصناع محتوى. الموضوع ما بقاش محتاج أي مجهود، فهما أهم حاجة عنده الشير وأهم حاجة عنده التواجد. دقة الخبر مش مهمة أبدا، المهم بالعكس ده خير وبركة إن أنا أقول الخبر وأرجع عن فيه وأرجع أقول وأرجع عن فيه، ده معناه عدد أكبر من الشير وعدد أكبر من التعرض. السلوكيات دي هي اللي بتأثر على الناس وممكن تحولهم لسلوك مش هقول إجرامي يعني، ولكن يدخلوا بقى في قصص كبيرة وشديدة الصعوبة بس لمجرد حب اللايك والشير. لا، هو خلينا في الجانب النفسي اللي حضرتك اتكلمت فيه. معظم الناس المهمشة أو اللي حاسة نفسها مش واخدة حقها في الوسط، أيا كان بقى الوسط الإعلامي، الوسط الفني، الوسط الثقافي، أيا ما كان الوسط اللي هو حابب يكون فيه، فهو لقى أن المنصات دي هي بوابة ممكن تطلع الطاقة اللي جواه المتنفس. بس بشكل غير أو ليست له أي أطر أو ضوابط قانونية ممكن تحكم. ولكن خلينا نقول أن على الصعيد برضو أو على النقيض الناحية الثانية، إحنا عندنا قوانين وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ممكن يكون السلوك ده يصل إلى سلوك إجرامي، فإحنا عندنا قوانين. القوانين دي بتحذر وبتحذر لبعض الأمور اللي ممكن الناس تستخدمها على موقع التواصل الاجتماعي والناس تكون شايفة أن الأمور دي عادية جدا، ولكن هي في الآخر تؤدي إلى عقوبة. هذه العقوبة مقررة في مواد داخل القانون، وتعد هذه الأفعال من أفعال الجرائم، زي نشر أخبار كاذبة ممكن تعمل ترويع لبعض المواطنين، زي العريس زي اللي مش عارف عمل ايه عشان يطلع ترند. صحيح، وهي فكرة الترند أو صنع المحتوى بتختلف من دولة لأخرى على حسب ثقافات متلقي هذه المنصات أو هذه الأخبار، بحسب أن الناس شايفة أن معظم الحاجات التافهة أو الغير هادفة اللي بتبقى ترند قوي موجودة دي بتشهره أو بتكسبه فلوس أو ممكن أي مكان المكاسب اللي بتعود عليه، كل ما تكون خارج عن المألوف أو عن الإطار أو عن التقاليد المجتمعية يعني. دي حقيقة، والحقيقة أن في ناس كتير بتاخد قدوة للناس التافهة في أن هي بتكسب فلوس أو أن هي بتشتهر أو أن هي بتنتشر في وسط الناس بسرعة كبيرة جدا من داخل هذه المنصات، نسبة طبعا لعدد المستخدمين الكبير اللي بيستخدموا هذه المنصات. ولكن زي ما حضرتك تفضلت قلت كده، فكرة الاعتداء على الأخلاقيات المتبعة في المجتمع المصري، فاحنا عندنا مادة برضو في القانون، مادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 تحدثت عن الاعتداء على القيم الأخلاقية في المجتمع المصري. فأي حد هيعتدي على القيم الأخلاقية دي أو أي حاجة تخالف العادات والتقاليد اللي احنا متعودين عليها ومتربيين عليها، فدي تعد جريمة ولها عقوبة مقررة في القانون. الدول أدركت ده، عندنا كوكب زي كوكب الصين يمنع أصلا كل وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكي، وعندنا وسيلة التواصل اللي هي تويتر اللي هي بقت إكس الأكثر إثارة للجدل، أغلقت حساب ترامب والنهاردة بيتم حظرها في البرازيل. فأعتقد أن إحنا دخلنا في عصر أن الدول بقت تصدر أحكام على منصات التواصل بالإغلاق والحجب بدون أي رحمة. تعليقك يا دكتور.
بص دي نقطة مهمة جدا، والعالم كله مقلوب من أول امبارح على فكرة حظر البرازيل لمنصة إكس أو تويتر المملوكة لإيلون ماسك، الملياردير إيلون ماسك. الفكرة هنا على فكرة هي مش فكرة، يعني الناس كلها أو الأخبار اللي أنا بتابعها من أول امبارح بتقول إن هم الأمور جت بسرعة في خلال 24 ساعة اتقفلت المنصة عشان هم ما امتثلوش للقوانين الخاصة بالبرازيل. ولكن خليني أوضح للمشاهد الفكرة، أصلا دي خناقة كبيرة من بدري موجودة ما بين إيلون ماسك وما بين القضاء البرازيلي من بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة اللي حصلت في البرازيل، والرئيس الجديد اللي موجود وبدأ يحس إن في بعض مستخدمين إكس أو تويتر بيبدأ يحط أخبار زائفة أو يشوه سمعة الرئيس الجديد وهو تابع للرئيس السابق وسياساته وهكذا. فأمر إيلون ماسك إن هو بعد إذنك شيل احجب لي الناس دي من على تويتر واديني بياناتهم عشان الناس دي بتخالف القوانين اللي موجودة عندنا. بعد ما حجبهم وبعد ما حجب حساباتهم من على المنصة إكس، رجع إيلون ماسك فتح الحسابات دي تاني وبدأ يشغلهم تاني على الإكس وينزلوا بنفس الأخبار. فحذرهم الرئيس بأن أنت لازم تحط لي ممثل قانوني للشركة عشان أقدر أرجع عليه بالقوانين الخاصة لدولتي. وبالفعل هو كان فيه ممثلة قانونية لشركة إكس داخل دولة البرازيل، ولكن هذه الممثلة تمت استقالتها بعد أن يعني تعرضت لبعض التهديدات أو التحذيرات أو الإنذارات لأن هي تمنع أو تشيل هذه الحسابات. وبعد هي وجدت نفسها ما بين شقاي الرحى يعني هي لقيت نفسها ما بين المطرقة والسندان، فاستقالت الممثلة القانونية. فأصدر هنا القاضي، قاضي المحكمة العليا البرازيلية، قال والله يا جماعة في خلال 24 ساعة، لا في خلال 24 ساعة الأول أنا بنذرك لو ما جبتليش ممثل قانوني يمثل شركتك داخل دولتي أنا هحجب المنصة. وفي خلال 24 ساعة بالفعل ما بقاش في ممثل قانوني يمثل منصة إكس أمام دولة البرازيل، فتم حجب أو تعليق منصة إكس لحين دفع الغرامة المتفق عليها في حين عدم تعيين ممثل قانوني، وبالتالي حصلت البلبلة اللي حضرتك شايفها في العالم كله. ومش كده بس، هم مش جم على فكرة إكس، هم جم على المستخدمين البرازيليين نفسهم. لو أنت استخدمت منصة إكس من خلال أي شيء غير مشروع زي الفي بي إن أو خلافه أو تحايلت على الدولة بنفرض عليك غرامة 50,000 ريال برازيلي. مش ممكن. ده اللي حصل. يعني كمان لو أنت دخلت في بي إن هتتجاب. هم قالوا كده للمستخدمين، أي مستخدم هيتحايل على هذه المنصات ويخش من خلال تانية زي الفي بي ان وخلافه فهي بتفرض عليه غرامة 50,000 ريال برازيلي لو انت استخدمت ده. غير ان هي برضو القضاء امر بتجميد حسابات شركة ستارلينك المملوكة لإيلون ماسك لحين دفع الغرامة المقررة على اكس. فهو صراع كبير جدا ما بين الشقين سواء إيلون ماسك او القضاء البرازيلي. اكيد يعني اعتقد ان قد نشهد في الفترة القادمة مزيد من الإغلاقات إذا استمر هذا الوضع في البرازيل، أو إذا لم يستمر عدم التزام المنصات المختلفة بالقوانين الخاصة بكل البلاد. مش عارفين بقى الناس وقتها هتعمل إيه وتحتال على هذا الموضوع إزاي. أدينا هنتابع وأدينا هنشوف. يعني شرفتنا ونورتنا الدكتور محمد حمزة المحاضر في مكافحة جرائم المعلومات والأمن السيبراني، نورتنا. شكرا ربنا يخليك. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا.